زون ميكس. بس أنا من جديد في زون ميكس التحق بين ضيفنا الثاني اليوم ساعتنا الثانية اللاعب الأولمبي الباجي مراد الهذلي. مراد أهلا بيك. أهلا بيك إسلام وأهلا بكل مستمعين إكسبريس أفير. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ ولا الحمد لله الحمد لله يا رب. إيش عامل فيك رمضان؟ لا لاباس لاباس الحمد لله. تهنيت على البيبي نتاعك الساعة ما عادش بيبي عام ونص عام وثلاث شهور خليتك تشري له في الحوايج كنت حوايج العيد كوليكسيون جديدة اليوم هبطت فرحت به الحمد لله. هو كهو ولا أمه زادة؟ أمه مزيان خلينا ننصحهم بعد ربع منيح. اه بصح وين بصح؟ والله مازال ما فما شيء. بس زلقت انت تو باللول قلت لي خلينا ننصحهم بعد ربع منيح. مازال ما فما شيء فهمت. باهي تو نحكيو من بعد. شنو عامل فيك رمضان؟ والله الحمد لله الحمد لله يا ربي خويا شهر كريم خويا الحمد لله يا ربي. كيفاش تعدي النهار في رمضان؟ والله نصبح راقد نقوم مد ساعة نوام نوام ما نسهر مع الطفل مع ولدي هذاك عليه فهمت مع ولدك؟ ايه نقوم مد ساعة نمشي نقضي شوية كيما نقضي لدارنا نقضي للوالدة نعمل دورة في الحومة ومن بعد نروح. ما زلت ساكنة في ملازين ما نقلتش؟ لا لا نقلت أما ديما مخي في ملازين نقلت نسكن في باردو توا أما ديما نطلع على ولاد حومتي ديما نقعد ديجا في رمضان ديما في حومتي. أنت توا عروس عندك ثلاث أربع سنين ها؟ عندي ثلاث سنين. باهي العرس عندي عامين واش هكاك عامين نسيت هذايا مزمر عليك بعد ايه عامين واش عندك نسيتي دخلتني اربع سنين عبيت نقص عام يا اخي عامين واش عامين واش باهي العرس باهي على الاخر والله بور لو مومون باهي والله باهي على الاخر اقسم بالله. تعاونها المرا شويه في الدار ولا شويه شويه سيرتو في رمضان تو لا فيش نعملها في الكوجينه مثلا ليه نعاونها بجيبي نجيب لها قضيه هكاك الباقي تتصرف واحد بيخ ساعة نبدا وحدي نعمل لك العجة نعمل لك وحدي. باهي خلينا نحكيو شوية كورة مراد لعبت بها ماتش ميكازا اللي مع ستاد. ايه لعبنا ماتش شنو خسرت 3-2 كوتش عمل دوز ايكيب عمل برومي تون ايكيب وعمل زومي تون ايكيب هكا الله غالب خسرنا ماتش لازمتنا جي الماتش هذا في الخسارة وان شاء الله ما يجيش في البطولة ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نحكي على بداياتك يا مولاد نرجع بيك شويه لتالي اول نهار هزيت فيه الساك نتاعك باش تمشي ترينا في السي او تي هكا ولا بديت في السي او تي؟ اي السي او تي. كيفاش جاتك الفكره كيفاش عملت؟ والله مش فكره هي انا نكور في الحومه صغير نكور في الحومه شافني واحد نذكر سيدي ذابو سنة نشكره برشا في الشارع قاعد قال لي تترينا قلت له راني ليه ما نترينيش راني نقرا برك قال لي تجي للسي او تي قلت له نجي ما صدقتش انا فهمت خويا عندي كان خويا بشير زيد نحيي له تحيه كبيره برشا هذا خويا اللي قفوا معايا ملي صغير يرحم والديه تحيه ليه تحيه كبيره فهمتني قلت له راهو هكا وهكا قال لي نهزك علاش ليه قد عمرك وقتها؟ وقتها عمري نتذكر 8 سنين ثمانية سنين اه كاو خويا ما يقرا ويخدم قبل يرحم والديه شريك وقف مع شريك ربون فرحان بيه وقتها برشا مشيت بديت هكاك بريود هكاك وبشوي بشوي الحمد لله. اش كان يخدم خوك؟ خويا كان يقرا وكان يخدم في دبو نتاع فايونس. رجعت له شويه توا قد ما ترجع شويه قد ما لقيت عائلتي سيرتو عائلتي انا تحيه كبيره لامي اللي هي مراه مجاهده بابا كما تعرف الله يرحمه في امي كي تشوف نحن بابا توفى ونحن صغار معناها وصلتنا معناها بريسك الكل الحمد لله فهمتني نحب نشكرها برشا اللي هي امراه مجاهده وربي يخليها لي يعطيها الصحه عايشه. باهي كيفاش مشيت عملت تيست في سوتي ولا دخلت ديريكت؟ لا 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 دخلت ديريكت بالاكتيف في خاطر ولا لا كيف ما حد شيء اقسم بالله نتذكر الانترونور شاف ديريكت ديريكت مشينا وقتها بالليسونس نكاورو قال لي باش صح صححت فرحان برشا وقتها الحمد لله. قد ايه عملت في لي جون؟ وقتاش طلعت سينيور قداش عمر؟ طلعت صغير انا طلعت 17 عملت بريسك 9 سنين في لي جون وبعد 3 سنين. باهي شنو حكاية ريفالدو؟ ولات حومتي قبل كنت نقرع فهمت ديما نقرع عندي شبيها شوية تشبه له شوية عندي شبيها شوية في اللعب ولا في الوجه؟ لا في اللعب لا لا في اللعب شنو بعيد؟ في اللعب لا خاطر كل واحد والكاليتي نتاعو فهمت؟ اما في الشبيه نشبه له شوية. قد عملت سينيور في السي او تي؟ عملت 3 سنين وبعد ديريكت خذيتك الكلوب ومن بعد مشيت للكلوب. كيفاش جاي الكونتاكت من الكلوب؟ والله شكون كلمك؟
كلمني مراد قوبعة من الكلوب واخد عندي زاد بن زارد فهمتني، كلمني مراد قوبعة قال لي ان شاء الله باش راك باش تكون معانا وجينا للبيرو نذكرها في لاك دو. مشيت طلعوا تفهم هو وسي علي الكعبي المجال تاعي تفهموا مريقلين امورهم في الحكايه، قعدت جوست الكونفيرماسيون مني انا فهمتني. مشيت تفهمنا واي واحد تسمع بالكلوب الافريكان ديريكت صح من غير ما تشوف حتى الكونترا. انت كلوبيست من الصغرى؟ اي كلوبيست كلوبيست سيو ما في جماعه اخرى كلوبيست، اما عائلتي مكشخه ما انا كلوبيست. باه كيفاش كان اول نهار في لونترينمون؟ اول حاجه صدقت كي كلمتك الكلوب ولا نعرف الكلوب تاخذ من جمعيات اخرين ما تاخذش من ديفيزيون صغار معناها سيرتو سيرتي كانت في الثانيه في الغالبيه الثانيه وقتها ديفيزيون 2 ملاعب من سي او تي باش يمشي للكلوب ظهر لي باليه كبيره برشا معناها باش تطلع. كيف اول تليفون ساعه شكون كلمت قلت له كلموني الكلوب اول تليفون؟ ليه وقت اللي جاني تليفون انا وصاحبي، صاحبي رامي في الدار قاعدين فوق استحم قاعدين هكا انا ورامي وبوه، وجاني تليفون وانا وقتها عندي مازلت كي خديت تليفون معناها ما ينقصش برشا التليفون فهمت. جاني تليفون الو الو فهمت، قال لي مراكم معاك مراد قوبعة راني هكا هكا انا مسؤول على الكيتمون الكلوب الجديد وكل شيء وهكا وهكا رانا تفاهمنا نحن والرئيس جوست تجينا اوديو كذا هكا. ما صدقتش. أول حاجة عملتها شنو؟ أول حاجة مشيت عنقت صاحبي ديريكت. أول حاجة قلت له قال لي يلزم الكذب، قلت له والله العظيم قال لي يلزم الكذب، قلت له والله ها النمر، بعد نحب نتأكد فهمت، قعدت نطلب في صحابي فهمتني للي الطايسة زيدان كنت تسمع به فهمتني، خدم برشا في سوق ملاسين وكلمت شكون قالوا راهي كونفيرمي صحيحة الحكاية خاطر هذاك عنده كل شيء فهمت، بغادي وقت صدقت كونفيرمي. عاود طلبتهم دغدو مشيت للاك قابلتهم كل شيء وقابلت سيسليم. كيفاش كانت العائله رياكسيون تاعها الوالده ولا اخواتك؟ اللي قلت لك انا ما صدقتش معناها يحسب الوالده فهمتني. راهي الكلوب فهمت انت تصورها معناها تحب ولا تكره اي واحد كيما ديفيزيون 2 تجي الكلوب افريكان معناها باش تقول لي عادي يكذب عليك اي جوار من الدو مشى للجمعيه الكبيره وما يحسش الاحساس هذاك يكذب عليك. كيفاش اول نهار في التدريبات كنت تلعب في السي او تي بالي كبيرة طلعتها تلقى روحك مع دي ستار في الكلوب، كيفاش أول نهار في لونترينمون؟ كيفاش دخلت الفيستير ساعة لي كوليس نتاع النهار هذاك؟ إيه وقتها في رمضان أنا أول سيونس دونترينمون، ديجا وقت اللي مشيت نترينا ديجا نعرف دي جوار فهمتني، سواء لعبت معاهم كيب ناسيونال ولا لعبت معاهم في ليجون مع الكلوب فهمتني، كيما وجدي المشرقي، علوش، شوقي، دحمان. برشا معناها جواريت بديت مع هذوكم الاولاد بشوي بشوي اللي قبلوا جواريت قبلوا معناها النفسيه نتاعي قبلوها فهمتني. فيسا لما دخلت في الجروب الحقيقه نتاع ربي فهمتني والحمد لله الحمد لله يا رب. تبدلت حياتك كنت عابد عادي وليت لعبت وقفك في الشارع و يعني قلت لك من بو عملت جمعتين وليت عباد تصور معاك وعباد فهمت نحس ما مشتكش شويه الحاجه هذيك بمراد الكره ما مشنيش انا يعني خاطر كي في الكره انا ما عباليش فهمتني. اما كوميم انت كنت في مع كل احتراماتي جمعيتي سيوتي كنت في نيفو تاع النيفو عباد تصور معاك ويكلموا فيك ديزاجون ويكلموا فيك فهمت تتبدل حياتك بالطبيعه. شنو قعد لك الباهي والخايف في الاكسبيرونس الاولى مع الكلوب؟ اذا كان حاجه باهيه شنو نجم نقول؟ حاجه باهيه عرفت برشا ناس رجال، انا ما عنديش حتى حاجه خايب راني في الكلوب حاجه بركه اللي صارت لي مع سي قيس والله لا اقسم بالله العلي العظيم لا عندي حتى مشكله في الكلوب. باش ما دامش بنت عليه شنو صار مع قيس العقوبي؟ بالله باش نكون معاك صريح، اول ما جاء عيط لي وحدي حكي معاه قال لي معمل عليك وراني مانيش باش نجيب ريجيسور وراني باش نعمل عليك وانت فهمتني وقتها هزين شامبيون راني ولاعب وقتها على لاعب 19 ماتش في الشامبيون وقتها هزين 2015 بي كوتش مريقل قال لي تمشي هك والله العظيم نحكي معك سيرورا قال لي تمشي ساعة تحجم مشيت حجمت اقسم بالله ليه مشيت حجمت كل اللي يعطيني كونسين انا نعملها قال لي تمشي تحجم وتتريني لي سيريو وتشد الريد البريود هذيك شد لي سيريو وجوي به يعمل ماتش اميكال الاول يهبط 23 جوار وانا ما يدخلنيش. ما صار حد شيء بيناتكم قبل؟ اقسم بالله لا نعرف ولا يعرفني اقسم بالله على فكره تسامحنا وجونا باهي سي بون تسامحنا فهمتني؟ باهي
تقول كيف تسمع ماتش اميكال لو نحكي دخل ثلاثة جارديانات وانا ما دخلنيش. الماتش الثاني كيف كيف، الماتش الثالث وليت نبكي بكيت بالطبيعة، هبط الناس الكل كلمتي ثلاثة جارديانات دخلوا وانا لا في زويت. اقسم بالله نحكي معك راني سلو وليت نبكي. مشيت للفستير جيت قلت له بست حباب وكل رجولي كرجولي قلت له كوتش انت باين ما حشتكش باين خلينا نخرج بري والاسباس اخلي. انت ما لعبتنيش ثلاثة ماتشات اميكال ونحنا باش نبدا الشامبيونات اش معنى؟ ما حاسبوش بيه فوالا، رغم اللي حكى معاك كلام اخر معناها اول ما جا فوالا هذا اللي انا اللي مرض. مشيت نتذكرها كيف تو سي عبد السلام يوسي كان معنا مسؤول وقت قلت له سي عبد السلام يحبني برشا قلت له ربي ربي ما حاجتيش بيه ربي والله جيت هكا من لوط قلت له راه هكا وهكا نحب نخرج بري ولا سيبني فسخني خلينا نمشي. قال لي ليه راه لونترونير حاجتو بيك ايش تفهم انت كيف؟ رجعت نترين نفس الحكايه ماتش وقت اميكال باش يعمل قسمه في لونترونمون انت في الحكي تسلك حاجه هذاك ايش تعمل؟ بالكش عملت حاجه مرة اقسم بالله لا عملت له حتى شيء نجم فما شكون وصل له كلام عليك؟ ما نعرفش والله لا نعرف والله ما نحبش نتهم حتى انا نحب نعرف علاش وقت اللي يحكي معايا تيتا تيتا تحكي كلام وقت اللي باش في الفعل ما حكي كلام وانا وقتها راني من بعد الشامبيونان عديت عام به في الشامبيونان معناها سي حطيت مخي في الكوره سي باش ندخل في في ريتا ماخر فهمت وصار كلام بيني وبينه وتحل قطر وصار مناوشات خايبه بيني وبينه تعاركتوا تعاركنا بالايادي ولا بالكلام؟ لا بالكلام ما نشوفوش بالايادي تعاركنا بالكلام عركه كبيره خاطر كنت نجم نعمل ذاك النجم ننسي كارييري نجم نعاود نعمل كارير به. بالكش يوصلوا له هذا الكلام تاع عدم انضباط حاجه هذوما. خاطر ديما ما عرفش انت لحمتك حلوه والا صحيحه يطلع لك ديما برشا كلام. شوف شوف فما 50 صحيح و50 غلط نعم هي لحمتي حلوه منا ولا منا ديجا انا نعمل قهوه في حومتي توصل للمسؤولين يجي يقول لي راك شبيه قاعد في القهوه في الهنايا. شوف 50 انا غلط و50 راهو صحيح. بينما انت كي تجي تصارحني تقول لي يا جوار راني حاجتي بيك وراني باش نلعبك وراني مانيش باش نجيب لك في بلاستيك حتى حد. انت للدرجه ما عندكش قلب ما عندكش ضمير لازمك معناها تلانسي روحك فهمتني؟ انا البريود هذيك سيئة نحيت كل شيء من مخي في اللي تخمم فيه انت واللي يخمموا فيه العباد ديجا تو الحمد لله بطلت عامين وصلتنا الاصداء لا الحمد لله قالوا لنا خويا الصلاه والعباده وليت الحمد لله الحمد لله يا ربي هذا كله بفضل ربي بفضل مرتي بفضل دارنا المراه هذه جابتك الاثنين والله حبيبي مو يكذب عليك مرات تهزك مرات تطلعك راه يكذب عليك الحمد لله الحمد لله ايه كمل وين وصلنا ولا ذاك هو كنت على قيس اليعقوبي هذيك هي المشكلة معناها فهمتني قلت لك مجد الخليفي كل ما تفهمش معاه زاد ليه ريت والله العظيم مجد الخليفي لا عمري حكيت معاه ولا عمري حتى ريته كان قبل مسؤول في الكلوب رغم ما نحكيش معاه جملة انا ما نشوفش فيه مسؤول فهمتني ندخل الفستير نلقاه حتى ما في باليش به مسؤول اقسم بالله العلي العظيم فهمت أنا يعني كي باش نحكي معاك قلت لك راني ما نشوف فيه مسؤول مانيش نحقر فيه مانيش نشوف فيه ماهوش يعمل فيه شيء فهمت يجي يقعد ويلعب يجي ليه قليل من يجي يقعد يتفرج لا يحكي معاكم لا عنده كونتاكت بيكم الجمله والله العظيم عمره ما صار بيناتكم حتى كونتاكت عمري ما صار كونتاكت بيني وبين علاش قلت ما تفهمش معاه لو ظهر لي قبل صرحت ما تفهمش معاه خاطر انا لك السكوتي نخاف منهم فهمت اي يعرفوني صحابي السكوتي نخاف منه نخاف منه برشا السكوتي في وقت من الاوقات اسكو مرات صحيح انك تقلقت من انتدابات كانت برشا في الكلوب كل يوم تدخل فيستير تلقى ملاعبيه جدد سايب راني ما نتقلقش من الجوار راني فهمتني فما كي تشوف دي جوار تو انا والله العظيم وقت اللي انا نخلص في مليون و200 في الكلوب نحكي لك العام اللي ما حكيت ما حكيتش وقت تخلص انت في مليون و200 يجيك دي جواريات اقسم بالله لا تعمل كنترول تسمع قداش ياخذوا الدوخ ياخذوا 100 و120 انا على نيتي راني كي نقول راهو ما فهمتش علاش يجيبوا فيهم فهمت انا على نيتي راه المصلحه جا للكلوب راه مش انت كل شيء تقوله ما تشدش لسانك انا في فستير يحبوني ياسر راهم صحابي راه وتنجم تكون زهير صابر بليل اسال اي جوار قول له على العبد ولله الناس الكل تحبك تحبني الحمد لله يا ربي فهمتني تصدم انت تسمع تاخذ في 120 تاخذ في 100 وانت وانت تكاور وما يكاورش وين اكاور هذيك هي اللي تخليك لبرا راك تنجم تعمل برشا حاجات خايبه فهمت تخرج على الكوره فهمتني انت تاخذ في مليون و200 وعباد تاخذ في 120 وما يكاوروش وانا مش على البنك فهمت تتقلق عملت منها مشاكل الحكايه هذه شويه تكلمت نتكلم انا ديما نتكلم مثلا شكون كلمت؟ شنو؟ شكون كلمت؟
لرئيس النادي؟ ليه ما ولا المدرب؟ نحكي مثال مع سي يوسف قبل، مع سي منصر، يوسف العام مع... شو يقول لك؟ قولي مراد هكا هو ديما مسحوا فيه يحبوني راه برشا الاخي يحسبوني كيف ولدهم ولا كيف خوهم. قولي مراد هذوما ما دخلش فيهم، راه ودي هي متابعه الرئيس وديزاجون، رانا شفناهم في الفيديو وتو مع الوقت يتصلحوا قاعد هكاك فهمتني. للي انت دابا تفشل كان تغلب بريسك نحي مثل نحي جابو ونحي بالقروي نشوفهم ناجحين، نحي شنيحي ناحية روزيكي هذيك. شكون أفشل أنت دابا مرة تعتبر جا للكلوب وقتها؟ معايا أنا؟ أي فما كارل ماكس. كارل ماكس كارل ماكس مواطن شنو؟ مواطن كارل ماكس وراه ياخو بالكدا وقتها وجا معانا قال اصبر 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 ما فهمش شيء. السياسة هذي نتاع سليم الرياحي ضربت الكلوب مراد ولا يسمعني ريت المعاني قلت لك راه سليم الرياحي باهي انت تحبه عاد ندلع تحبه فهمني خلينا نفسر لك حاجة. سليم الرياحي كان جا عنده زوز وراه كيما منتصر كيما سي منتصر باش من كان جا عنده زوز وراه كيما سي منتصر الكلوب توا راه في في نيفو واحد. انا حاب منتصر. طلع ليش نحاح؟ خاطر وقت اللي هزينا الشامبيونا الشعب بقول لك شعب الكلوب شعب الكلوب تغزر المنتصر ما تغزرش سي سليم فهمت؟ بريسك يغزر الجوارات يغزر المنتصر واخر حاجه يا سي سليم فهمت؟ انت اي واحد يقول لك انا دافع فلوسي وواحد واحد نجيب مرضى الاخر انت جايب السيده هذاك قايد عليك انت من الاخر معناها خمس هي اللي تصير عاديه راهي الغيره هذيك ما عندوش يعني ما غيرش راهو عندي انا ماهوش عابد ماهوش راجل فهمت؟ هي شنو يقول لك انا صرف الفلوس هذيك ونجيب ومنه 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 في الاخر نجيب مرضى الاخر ما خسرت يمكن حكايات هذيك عليه يمكن تنحى راهو ما نظنش حكايات اخرين معناها خذيت بريم 10 ملايين في وقت سليم الرياحي بريم فقط بريم 6 ونص اقوى بريم 5 في بالي 5 توانسة 5000 و 1500 دولار 1000 دولار يجي 10000 دولار يجي 8 ملايين 7 ملايين ولا كيف 7 ملايين 8 ملايين مدللكم معناها مدلين اللي يقول غير هذا ما نعرفش عاد يمكن عشت فترات صعيبة في الكلوب مراد ماديا خاصة انا انا ولا عائلتي انت انا ما عشتش انا راه نحكي مع عائلتي بالطبيعه عندي فهمت خي انت تكور ما كيفاش شويه لعائلتك شويه لك انت شويه فهمت ما كنتش مفرهدهم وقتها شكون لي اوكي ربي يعلم ولاتهم تيعلموا دارنا يعني خاطر سليم ما عادش يصرف بعد الشامبيون ما عادش يصرف جات وقت سكر السباله ليه اللي حتى وقت سكر السباله يعطي مدلل تحسك عنده مش كان انا راه مدلل صابر مدلل راه صابر مدلل انا مدلل جابو زيادة ليه يمشي يا اخو معناها فهمت انت قبل حكيت على بطوله 2015 استحقتها الكلوب شنو فسر لي فاش مستحقه هي انت مثلا اللي تول ظلمت برشا عام ايه تو انت كان لعبت اللي تول حمام لنف وربحت راهي فاتتنا بدو بواز شامبيونات قبل الماتش ايش نعملوا نحن قلنا لهم ما تلعبوش يلوموا على واحد نحن قلنا لهم ما تلعبوش نحن قعدنا اي نحن جيتنا قبل ماتش جرجيس جينا ديربي لازم معناها اسبيرونس عندها الفافوري اكثر من نحن اكثر من ليتوال وقتها في بالك اسبيرونس كان ربحتنا وربحت ماتش باتشي شامبيونا صحيح نحن جينا وقت دخلنا الماتش هذيك لا خممنا في فلوس لا خممنا في حد شيء فهمتني كان من الكور برشا كلام تقال علي الماتش هذاك فان اسكندر القصري مدرب جرجيس انسحب وقتها من قبل ايامات من الماتش هي هذيك لغه ما نحبش نحكي برشا حكايات اللغه هذيك معناها يجي واحد هيك اي جوار لو نعطيك حاجه اخرى جوار يبدا مش خالص يجيك قبل ماتش امبورتون يقول له راني مانيش مترين نفس الحكايه يخوف عادي فهمتني تو نحن وقتاش عد الشاكر في 70 واش في 70 واش في 70 فاروق كنت نجم متحوش معناها اي فاروق عنده خويا كاريزما كبيره ياسر برجوليه راه جبت كره من الشبكه قلنا بروا الاولاد راكم باش تماركوا بورتون البونتو 50 منه 50 ليف زادتكم الكلمه هذيك نتاع زادت بالطبيعه انت جارديان قابل بونتو كي يجي يقول لك بروا الاولاد راكم باش تماركوا هبطنا هكا باهي كيفاش خرجت من الكلوب المره الاولى؟ بون هي مره واحده يعني قلت لك عركه سي خايس هذيك تثبت في خروجك هذيك سينو ما نخرجش شنو حكيت ال 10 مليون طلبهم عليك ريفا ديفيد
ماشي بري وقت ماشي بري وقتها مازال لي عام رجعت للكلوب هاي كيفاه باش نرجع نترينا ولا لا قالوا لي لا قلت لهم اوكي باهي باش تعطوني ورقي قعدت نطلب 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 باش تزيد عام ما نزيدش قلت لهم الا ذا اللي ضد ريدي اتصلت به قال لي هكا وهكا قال ديني لك دوتا ونجيب لك ورق ونجم ونطلبوا غسان مرزوقي تو يقول لكم راه رئيس السابق مستقبل جيبس قال لي هات 20 مليون تنجيب لك ورق 20 مليون اللي هو ولا الكلوب؟ العلم عند رب ما تعرفش معناها تنجم تكون الكلوب معناها ما تعرفش مد الرئيس غسان مد له 20 مليون خذيت ورق خذيت 20 مليون ليه بتبيع خذيت بي قلت قبل وحيشي منتصر وحيشي عمل عليك مزية شنو هي المزية اللي عمل عليك؟ سي يعني باش ندخل في ديتايل فما دي ماتشوات هو لاعب زو ماتشوات عندك الدربي قبل الشامبيونا هو لاعبني مدرب كان مش مقتنع بيك مش كان مش باش يلعب انا وقتاش بديت نلعب وقت في الشامبيونا لعب 6 ماتش ربحهم 6 ماتش تجي انت تنحيني علاش؟ لعب 6 ماتش ربح 6 ماتش انت علاش نحي فيه سانشيز هذا سانشيز جاني قليلة الماتش نتاع دربي ما لبسنيش دوسار مع التيتولاري مشيت لبس دوسار مع التيتولاري وحدي وحدك وحدي سي منتصر جاني قال لي قلت له راني باش نكور نحب نكور تصرف قلت له راني نحب نكور جواريه ترى قدام جواريه قدام لونترونور عاد في خفيف قلت له نحب نكور راني ماتش هذاك في الدربي نحب نكور قلت له ذوما نحب نكورهم قلت له ذوما هما نحب نكور قال لي اسكت على روحك به جاني صابر ومنيوي بجع ربي اسكت واحد اسكت على روحي جاني في ليسم وتصار قال لي عاد في قبل روحك انا باش تاك باش تلعب خاطر كنا نلعبوا بربع في الوسط سانشيز حب على ثلاثه سيمون تصار كبش في الاربعه قريت كان جاي من سيمون تصار والله ما نزورش مش يحكي معايا مش يحكي معاه يحكي معاه اقتنع قال له الراجل عنده ثقه في روحه يبي يكور منتصر لو حيش مساهم بس مساهم خويا باش لعبني ماتش هذاك كيفاش عاونت وخرجتهم دو ماتش راه ماني هو دربي هذايا وانا زيرو منيف هاي خرجتهم دو ماتش اسيست وسام حدادي كيفاش عاونتوا في جيبس انت سيمون تصار مي ما وانا في جيبس يحبوني برشا خويا نوجه لهم تحيه وليد جيبس الكل و... يحبوني برشا مثالي يقول لي الانترنر هذا والانترنر هذا شكون باش تجي فمتى عطيتك في كلمه خير بالتالي وقتها مازلت ما ساعدتش راني مازلت ما ساعدتش في جيبس سالوك عن المدرب قلت لهم راهو اقوى حاجه باهيه معناها فهمتني ومن بعد كي مشيت كورت عنده انا كنت في المستوى فهمتني صحيح باهي مازلنا مواصلين الحوار مع مراد الهفلي حتى للخمسه فدوى تركي